وما جينا لهون على المخيم كان طين للركب. كنت اتحدى الصعاب، اي شغله فيها صعوبه بحب اشتغلها، الشغله السهله ما بحبها، بحب الشغله الصعبه. ايش انت امراه لازم تكوني على الهامش؟ لا انا امراه وبدي اكون وبدي اصنع، بدي اصنع جيل. باتوا الناس بالعراق، فتعاملت انا كنت بحكم عملي بعنادين اتعامل مع المنظمات، وكان عندي جمعيه خيريه، فتواصلت مع عدد من المنظمات. انا كنت اول امراه بتقود سياره بقريتي، اول امراه بتدرس جامعه، اول امراه بتفتح مدرسه خاصه حسابها. فما لازم توقف المساعدات، ايش رح يصير فيه؟ رح يصير مجاعة. أول شيء كمان رح المدرسة رح تطلع عندي، رح الأطفال كلها رح يروحوا على الشغل، رح يصير في عمالة أطفال، عمالة نساء، اضطهاد جنسي، رح يصير ظلم. يعني أنا بتمنى إنه يتموا يساعدوا الناس لبين ما نرجع على بيوتنا. أي خيمتهم ممزقة. طول ما نحن نازحين يعني يساعدون اللي يساعدوا الناس بالنزوح. بخاف من تشرد الاطفال، بخاف من يضيعوا، يضيع مستقبلهم، يضيع سوريا.